مرحبا، حابب أول شيء أعرفكم عن حالي. أنا اسمي رامي معقد من سوريا، سينماتوغرافر، مدير إضاءة وتصوير. صار لي بهي المهنة أكثر من 10 سنوات. عندي برودكشن هاوس اسمه أرينا فيلم برودكشن، نشتغل فيها إعلانات، كليبات، أفلام، مسلسلات. وحابب من خلال تجربتي أحكي شوي عن كاميرات ريد، اللي هي الكاميرات اللي بستخدمها أنا، واللي هي الكاميرات اللي من وقت اشتريت أول كاميرا فيها أنا قلت لي شغلي من ليفل لليفل تاني الحقيقة. وحابب هيك يوضح شو بتتميز كاميرا ريد عن باقي الكاميرات. الكل عم يميل انهم يعملوا ابهار بصري، كيف يعني؟ يعني يروحوا يعملوا تكنيك او مود بالتصوير، يعملوا كاميرا موفمنت. ايام عم يستخدموا هاند هيل تكنيك، عم يضلوا اكثر من 15 ساعة، فانت بدك كاميرا تساعد بهذا الشيء. او ممكن يحطوا الكاميرا على جيمبل تكون على ستيدي كام، او ممكن يحطوه على درون. اغلب التصوير عم يكون على هاي الاجهزة، فانت بالتالي صار بدك كاميرات تساعد هذا الشيء، صار بدك كاميرات احجامها مانا كتير كبيرة وبتقدم لك الكواليتي يلي عم تطلبها كل المحطات والمنصات. هلأ رد الحقيقة يلي بيميزها عن باقي الكاميرات، أول شيء هو حجمها ووزنها. رد حجمها كتير صغير ووزنها ما بيتجاوز 3 كيلو أو 2.8 كيلو جرام، يعني أنت بكل سهولة فيك تحطها على جيمبل أو تحطها على درون أو تاخد فيها هاند هيل شوتس لمدة 20 ساعة إذا بدك، لأنه أنت مع كامل الاكسسوارز اللي بتحطها بين بطاريات ومات بوكس وفلترز و و و توصل لل 5 كيلو، فستيل لساتها الكاميرا كتير هيفي ديوتي. اثنين، كاميرا عم تروح بلاين دي اس ام سي 2، لانه انت تعمل كل شيء انتجريتد، يعني ما في كابلات، ما في كيبلز، كل شيء بلت ان بالكاميرا. المونيتورز اتاتش دغري، فيك تحطه على 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 البرين على البادي. الفيلوك باتري دغري بلت ان بالبادي. هذا عملوا يعني هذا عم يعمل فرق بينه وبين باقي الكاميرات، لانه انت اليوم اغلب الكاميرات الثانيه او الكاميرات المنافسه عم تكون احجامها كبيره كتير. يعني انت لتكون الكاميرا بالفول ريجز هيك عم يكون حجمها تقريبا. هذا لا عم يساعد، لا فينا ناخذ فيها هاند هيلد ولا فينا نحطها ستيدي كام، واللي هو اللي عم يكون 99% من اي شيء عم ينشغل. هلا اليوم ريد عندهم أكثر من كاميرا ولا أكثر من احتياج، كل حدا وشو طبيعة عمله وشو اللي بيفضل. في أشخاص بتفضل الهاي ريزولوشن 8K، في أشخاص ما بتفضل تصور على 8K، بتصور 6K فبتروح، أو 5K فبتروح للجيميني أو للدراجون. هلا أنا كتجربة شخصية، أنا عندي الهيليوم، أنا وقت بصور 8K وبعمل داون سكيل بالبوست برودكشن وقت المونتاج وبنزل لل 4K، عم حقق نتيجة إنه عم تطلع الصورة عندي سوبر كلين. يعني أنت الكاميرا وقت الميزة وقت عم تصور على 8K، اولا انه انت بعد 15 سنة او 10 سنين ما بتكون لسه تقنية التلفزيونات تجاوزت ال 10K او ال 12K، فانت ستيل لساتها المادة اللي مصورة من 15 سنة لساتها up to date، بتكون بيومة. اثنين، وقت الصورة انت بتعملها داون سكيل من ال 8K لل 4K او 2K تعملها اكسبورت، يعني انت المادة اللي بتدخلها على برنامج المونتاج بتكون حجمها 8K وبتخرجها 2K، فانت عم تعمل داون سكيل للبيكسل، فانت عم تاخد صورة سوبر كواليتي سوبر كلين. انا هذا اللي عم فضله. هلا بصراحة بدي اقول انه انا بفضل فايل الرو، يعني الريد رو فايل، عن البروريس، وانا من الاشخاص اللي ما بصور ابدا بروريس الا اذا كنت مضطر، وخصوصي هن عم يفضلوه دائما بالدراما يلي بيكون عندهم ساعات تصوير طويلة وما بيكون في هاردات كافية على مدى 70-80 يوم، فهن عم يروحوا لأنهم يصوروا بروريس. أما أنا لو بتجي لي بفضل ما حدا يصور غير على ريد رو، على وخصوصي على الفول سنسر. يعني إذا أنت السنسر تبعك 6K فأنت تصور 6K، إذا السنسر تبعك 8K تصور 8K لحتى تاخد الفول باور من هاي الكاميرا. انا هيك بفضله على هاي كومبريشن ريشيو. يعني حتى هلا الريد فايل هو ريد هو فايل كتير سهل التعامل معه بالبوست برودكشن او ببرامج المونتاج، عكس الشائعات اللي بتكون عنده. وحتى انا صرت لاقيه انه هو اريح على الكمبيوتر من البروريس. ما بعرف، هي تجربه شخصيه، ولكن انا الريد رو فايل وقت بنزل له ريزوليوشن للبلاي باك فهو بيصير فايل كتير طبيعي وكتير فيني اتحكم فيه وكتير سهل التعامل معه، بلس الدايناميك رينج والوايد رينج من التلوين اللي بيعطيك اياه بالبوست برودكشن. اليوم اذا انت عم تشتغل باعمال ضخمه، يعني بهاي بيك برودكشن ومعك فريق وكرو كبير ومحترف،
وعم تشتغل بظروف إضاءة جيدة جدا. فأنا برأيي أي كاميرا من الكاميرات المستخدمة بصناعة الأفلام العالمية إن كانت سوني ولا آري ولا ريد رح تعطيك النتيجة نفسها. وإذا كان في بوست برودكشن صح وتلوين صح فرح تاخذ النتيجة نفسها. وبظن إنه ما في أي حدا قادر يقفر لك إنه هذا الشغل مين مصور على آري ولا على ريد ولا على سوني. فاليوم أنت بتروح لتستخدم الكاميرا يلي بتريحك وبتعطيك النتيجة الأفضل بهذا الموضوع. شو يعني الكاميرا بتريحك؟ يعني أنت اليوم وقت بيكون عندك تصوير مشاهد كتير كبيرة بوقت وزمن قياسي، يعني أنت بيكون عندك تصوير 14 ساعة و15 ساعة و12 ساعة بدك تصور فيها 20 مشهد، والمخرج بده هاند هيلد وبده الكاميرا على ستيدي كام وبده الكاميرا على درون وبده إياها على جيب و و و، فأنت بحاجة لكاميرا هيفي ديوتي، كاميرا تكون خفيفة وزن خفيف، كاميرا تحسن تحطها على جيمبل، كاميرا تحسن تحطها على ستيدي كام. فأنا برأيي ريد هي عم تكون الكاميرا المتفردة بهذا الموضوع. أول شيء بحجمها ووزنها، اثنين بالكواليتي اللي بتعطيك اياه والدايناميك رينج، ثلاثة بالبوست والريد رو فايل والورك فلو اللي بيعطيك اياه كثير كبير. حتى إذا أنت ما كنت كالوريست أو كالوريست تكنيكال كالوريست، يعني حدا محترف تلوين، بتحسن تلون المواد لأنه الكالر جامل بتعطيك اياها كثير كبيرة وهي صورة أوريدي اللي بتطلع من الكاميرا كثير منيحة.